غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. ألو ألو، سلام ونعمة. اهلا وسهلا نيافة الانبا بسادة، اهلا وسهلا بيك. مرحبا مين حضرتك؟ انا حضرتك اسمي ابو مريم، بكلم حضرتك من امريكا. يا مرحبا يا ابو مريم، مرحبا بيك. لعلي سعادتك بخير يا فندم. اشكر الله خيرا. يا اهلا وسهلا بيك. نيافة الانبا، بس كان عندي استفسار بسيط لو تكرمت. تفضل. نيافة الانبا بسادة، بس البابا سعادة البابا توادرس لي كتاب جديد اسمه مفتاح العهد الجديد. ففي مقدمة. قول تاني. البابا توادرس ليه كتاب نزل في السوق اسمه مفتاح العهد الجديد، جزئين. الجزء الاول صفحة 167 عامل مقدمة على انجيل يوحنا. حضرتك بيقول فيها يعني بالضبط كما يقول: لمحات قصيرة موجزة تتناوب مع آيات وعظات ذات طابع لاهوتي مع تقديم الشرح المناسب لها. ولاحظ ان انجيل يوحنا بدون المقدمة اللي هي يوحنا 1:18 يبدو كتابا يهوديا، يعني لو حذفنا المقدمة هيبدو كتابا يهوديا، ولكن بإضافة المقدمة يتضح انه يتناسب مع العالم اليوناني. ولذلك فمن المحتمل ان المقدمة اضيفت على العمل الاصلي بعد ذلك لجذب مزيد من القراء. كذلك الاصحاح الاخير 21 ربما اضيف بعد انتهاء الكتابة، كما يتضح من الايات الاخيرة في يوحنا 20:30-31 اللي بيقول فيها: واما هذه فقد كتبت لتؤمنوا ان يسوع المسيح ولكي تكون لكم حياة باسمه. وهذه الامور تجعلنا نقول انه من محتمل جدا ان هذا الانجيل تخون على عدة مراحل. الخلاصة من سعادة الانبا بسادة ان البابا توادرس يقول ان مقدمة انجيل يوحنا 1:11 مضافة، وان الاصحاح 21 مضاف، الكاتب ليس يوحنا. ارجع الى محترم رأي سيدنا البابا طبعا. ده حضرتك في كتاب ده في كتاب مفتاح العهد الجديد تقديم انجيل على انجيل يوحنا صفحة 167. طب انت رأي حضرتك الشخصي ايه في الموضوع ده؟ يعني رأي حضرتك الشخصي ايه؟ اصل كلام البابا مش كلام هو بس، كلام البابا كلام علمي، لان الكلام ده يعني جميع علماء النقد الكتابي يقولون نفس كلام البابا، فهو لم يأتي بشيء جديد، يعني الموضوع فعلا متفق عليه. ولا انت رأي حضرتك في الموضوع ده؟ ايوه فندم. ايوه انا سامع حضرتك. انت فكر بس اقول لك ايه. لا خد وقتك، انا بسمع منك، ناخد بركة ونعرف رأي حضرتك في الموضوع ده ايه. اتفضل. ايوه انا بقول لك حضرتك احترم رأي حضرتك البركة، لكن ممكن نرجع لمراجع نشوف رأي برضو ناس تانيين. طيب ممتاز، كلام جميل جدا. طب على هذا الكلام يمكن هل انا فهمت صح؟ يعني البابا ممكن يكون خطأ في الكلام ده، ولا ايه رأي حضرتك؟ لا بقول لك نحترم رأي سيدنا البابا، مش هو خطأ. ازاي بس سيدنا البابا يقول خطأ؟ اللي انا اقصده حضرتك طالما هنرجع لرأي واحد اخر يبقى كلام البابا ممكن يكون في شك، ممكن يكون خطأ. لا ما يمنعش ان احنا نرجع لأساس رأي، لكن مش معقول ان ممكن تكون الاراء كلها صح. معقول بابا هيقول غلط يا راجل؟ كلام جميل جدا. بالمناسبة حضرتك كتاب البابا ده يدرس في الكلية الأكريكية، حضرتك تعرف كده؟ كتاب البابا يدرس في الكلية الأكريكية. البابا برضو كان بيتكلم على انجيل يوحنا قصة المرأة الزانية، في قصة المرأة الزانية. البابا طاووس بيتكلم على في قصة المرأة الزانية، يقول ان العلماء بعض المخطوطات
نفس الكلام اللي قاله البابا ونفس الكلام اللي قاله مات المسكين، نفس الكلام اللي هو بيقول ان بعض العلماء يكشف هؤلاء الاباء عن سبب غياب هذه القصة في المخطوطات الاخرى هو خوف الاباء الاوائل من استخدام هذه القصة اللي هي قصة المرأة الزانية كمشجع للانحلال الخلقي بما حاد بهم الى حذفها من نسخ بعض المخطوطات. اغسطين ضد بيلاجوس المجلد الثاني 17. وكذلك ويلاحظ الباحث ان الاباء الشرقيين كانوا من الاكثر تحفظا وامتناعا، بل وحدا الامتناع عن الخوض في شرح هذه القصة او الرجوع اليها او حتى ذكرها بالمرة، وقد لجأ البعض الى جحد هذه القصة برمتها سواء بسبب اعتراضات خارجية في القصة او اعتراضات جوهرية اخلاقية. والذين جحدوا هذه القصة او صمتوا ازاء اورجانس يوحنا ذهبي الفم وكبريانس. ما رأي حضرتك في كده ان قصة المرأة الدانية الاباء قالوا ان هي غير موجودة وحتى لم يعترفوا بها بسبب انها دي عن الحلال الخلقي؟ نفس ده طبعا السيد المسيح طبعا باحث القلوب والكل، باحث القلوب والقلى. ايوه راى ان هذه المراه عندها استعداد للتوبه واصلاح الطريقه في سبيل لها فرصه ثانيه. كلام جميل جدا. نيابه الان بحضرتك هل انت قرات في علم النقد النصي؟ طيب علم بس مش كتير يعني. علم النقد النصي وعلم خاص بعلم المخطوطات بيحاول ياتي بنص اقرب ما يكون الى الاصل واستحال الوصول الى الاصل لان الاصل غير موجود. تمام. علماء النقد النصي اجمعوا على ان قصة المرأة الزانية غير موجودة في اقدم المخطوطات واصحها. ايه رأي حضرتك؟ كل واحد يقول رأي لكن ما نتجمش بيه، ده كده قدس على رأسنا من فوق كل كلمة فيه. طيب محدش يقدر يعمل منه حاجة. حضرتك بالنسبة للكتاب المقدس حضرتك انت عندك اربع مخطوطات قبطية، تمام؟ نعم. المخطوطات القبطية حضرتك انت بتؤمن ان الكتاب المقدس 73 صفر، تمام؟ الخط معاك شوية مش قادر افهمك. اللي بقول لحضرتك انت بتؤمن ان الكتاب المقدس 73 صفر، مظبوط؟ حضرتك لو ترجع الى المتحف القبطي في اربع مخطوطات قبطية، هذه المخطوطات عدد الاصفار فيها 75 مش 73. ايه راي حضرتك؟ خير وبركة. خير وبركة. يعني في صفرين زيادة مش مشكلة. زيادة الخير خليهم. اه صحيح، احسنت فعلا. طب حضرتك بالنسبة لا كلامك صحيح، زيادة الخير خليهم الرب يكتر ويزيد يعني. حضرتك بالنسبة للمخطوطات القبطية في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله. المخطوطات القبطية بتقول وكان الكلمة إله مش الله. الأربع مخطوطات القبطية تقول إله وليس الله. إيه رأي حضرتك؟ طيب عايز الناس فصحاء في اللغة العربية بقى لا في فرق. أقول لك مش لا في فرق الزمن ده أي واحد بيتكلم عربي يفهمها. إله أي شيء ممكن يكون إله، لكن الله هو الله اللي هو له حق العبادة اللي هو Almighty God، تمام؟ كمان المخطوطات القبطية غير موجود فيها رسالة أولى يوحنا 5:7 الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة. هذا النص غير موجود لدرجة ان الأنبا بشوي كان مرة في مؤتمر تثبيت العقيدة قالوا له يا سيدنا النص غير موجود في المخطوطات القبطية، فرد وقال رجعوا النص لان سيدنا هيزعل، يقصد البابا شنودة. ايه رأي حضرتك؟ المخطوطات القبطية ما فيهاش النص اللي هو الذين يشهدون في السماء ثلاثة. ايه رأي حضرتك؟ اصل احنا بنقرا من كتاب طبعوه البروتستانت، فطبعا في شوية تغييرات بسيطة فيه يعني تختلف عن الطبعات الاخرى. جميل جدا. يعني حضرتك تقصد ان الترجمة البروتستانتية فيها بعض الاضافات، ممكن يبقى فيها اخطاء. ليه لا؟ اه صحيح كلامك صح. اخطاء في الحروف واللغة العربية تلاقي اخطاء برضه. لا مش في الحروف بس، يعني مثلا على سبيل المثال حضرتك الكلام اللي بتقوله كلام ممتاز، انت بتتكلم على ممكن يكون هناك اخطاء فعلا. لو رجعنا احنا الرسالة الاولى ليوحنا على سبيل المثال وعملنا مقارنة ما بينها وما بين الرسائل الاخرى حضرتك هنجد الاتي. الرسالة الاولى ليوحنا 5:7 النص غير موجود في الترجمة العربية المشتركة.
الترجمة غير موجود النص في اليسوعية، في الكاثوليكية، في البولوصية، في العربية المبسطة، النص غير موجود في أي ترجمة إنجليزية حديثة، النص موجود فقط في ترجمة فان دايك. إيه رأي حضرتك؟ أنا بقول لحضرتك إحنا بنقرأ من كتاب طبعوه البروتستانت، بس في طبعات كاثوليك وفي طبعات فان دايك، كل دي حاجات يعني لا حديثة. لا لا انت حضرتك مش معايا لمؤاخذة. لا احنا نعرف اسم ونعرف ترجمة اسم، كنا زي دي اسم يعني زي ما كان جدودنا بيتكلموا باللغة الفطرية، لكن احنا للأسف يعني نعرف بس يمكن نعرف شوية اسم لكن عشان نفهم كلام نترجم. افهم حضرتك. لا انت فهمت يعني صعبة علينا. انت حضرتك تفضلت وقلت ترجمة فان دايك فيها بعض الاضافات، كلام حضرتك صح. على سبيل المثال النص اللي هو رسالة الحنوية الفصل الحنوية 5-7، فان الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، تمام؟ الاب والكلم والروح القدس هؤلاء ثلاثة واحد. حضرتك لو عملنا مقارنة غير موجود النص في العربية المشتركة، غير موجود في المبسطة، غير موجود في اليسوعية، غير موجود في الترجمة السارة، غير موجود في الترجمة الشريف، الكاثوليكية غير موجود، البولوصية غير موجود، التراجم الحديثة الإنجليزية على سبيل المثال ويب ترانسليشن النص مش موجود، السورايز ستاندر فيرجن النص مش موجود، ترجمة مسج النص مش موجود، نيو انترناشنال فيرجن النص مش موجود، ان ال تي ترانسليشن النص مش موجود، ديربي انجلش لانجوج النص مش موجود، بايبل اللي ده دراسات في دراسة حضرتك بايد انتبع تحاسة جامد قوي. نعم بايبل بيزك نعم بتبحث كتير يعني. نعم نيو ريفايز ستاندر فيرجن النص مش موجود، سي اي في ترانسليشن النص مش موجود، ريفايز ستاندر فيرجن النص مش موجود، جاد وورد ترانسليشن النص مش موجود، اي ام تي مش موجود، اي اس في ترانسليشن مش موجود، حتى الترجمه الايطاليه ما موجود النص فيه. اخد بال حضرتك؟ ديربي فرنش الترجمه الفرنسيه نص غير موجود، وهكذا النص مضاف. حضرتك ابو علم النقد النصي ابو علم النقد النصي يقول ان هذا النص غير موجود في اي غير موجود في اي مخطوطه يونانيه قبل القرن العاشر، غير بروس متذكر، غير موجود في اي مخطوطه قبل القرن. النص مضاف، النص مش اصيل زي النص بتاع المراه الزانيه، النص غير. النقطة الثانية سعادة الأنبا الفاضل المحترم، أنت من هم كتبة الأناجيل؟ مين كتبة الأناجيل؟ معروفة برقص ويوحنا اللي نعرفه. نيافة الأنبا بسادة، هل في أي دليل أن كتبة الأناجيل هو متى أو مرقص أو لوقا أو يوحنا؟ قفل، نتصل عليه مرة ثانية. خامة طيبة وإيه؟ وطرية في الإيد. نتصل عليه مرة ثانية. فينا يا ابو عيسى؟ ايوه يا فندم. معذره الخط اتقطع. فبقول لحضرتك يعني احنا كنا بنتكلم هل هناك دليل ان متى كاتب انجيل متى او لوقا كاتب انجيل لوقا؟ في دليل عندنا ولا العمليه مجرد عمليه ان العمليه ايمانيه بس؟ يعني هو يعني ايه المشكلة في ان هو النص ده موجود يعني؟ لا انت فهمتني غلط، هل هناك دليل ان كتبة الاناجيل هم تلاميذ يسوع؟ حتى لما فيش دليل لا، يعني ايه المشكلة لو في النص ده موجود او غير موجود يعني؟ ممتاز، يعني مش مشكلة نوع من الشرح يعني. حتى شرح لعقيدة معينة يعني. حضرتك تقول مش مشكلة ان الكاتب غير معروف، يعني هي تنسب لهؤلاء الاشخاص حتى لو الكاتب غير معروف مش مشكلة، تمام كده حضرتك؟ يعني ابو مريم. نعم فوتها. انا بيعجبني حضرتك بتتكلم كلام كبير جدا وكلام متزن يعني. يعني ريلي انت حضرتك ساكن في اي بلد؟ انا حضرتك عايش في نيويورك. نيويورك عايش في امريكا بقالي اكتر من 30 سنه، يمكن 40 سنه. اهلا وسهلا بك. طب نيافه الانبا رساله ساكن. نعم تعرف تسال فين؟ ساكن فين؟ بقول نيويورك حضرتك. انا ساكن في نيويورك، منهان.
اهلا وسهلا. طب حضرتك الوقت يعني، طب بالنسبه حضرتك الاصول غير موجوده، واللي بيقول الكلام ده من داخل الكنيسه المصريه، مثلا على سبيل المثال الدكتور وهيب جورج كامل استاذ العهد القديم بالكليه الاكريكيه وهو زميل للبابا شنوده، ليه كتاب اسمه مقدمات العهد الجديد العهد القديم صفحه 24، طبعا اكيد تعرفه. اللي مقدم الكتاب الانبا موسى يقول: لم تصل لنا المخطوطات الاولى للكتاب المقدس التي سبق ان دونها كاتب الاسفار بقلمهم. الاصل غير موجود. القمص عبد المسيح بسيط ابو الخير استاذ الدفاع اللاهوتي في كتابه الكتاب المقدس يتحدى نقاده وقائلين بتحريفه، صفحه 150 يقول الاصل غير موجود. حتى البروتستانت على سبيل المثال دائره المعارف الكتابيه الجزء الثالث صفحه 279 تقول الاصول غير موجوده للعهد الجديد. نفس الكلام قاموس الكتاب المقدس صفحه 844 يقول الاصول غير موجوده. الان اذا كان كل الطوائف اجمعت ان الاصول غير موجوده، كيف نتاكد ان النص اللي في ايدينا هو طبق الاصل واحنا لا نستطيع المقارنه لان الاصل مفقود؟ طيب هل اضافه هذا الجزء يعني هيغير ايماننا وعقيدتنا؟ لا انا لا اقصد كده، انت العمليه عمليه ايمانيه، انا بتكلم عن الكتاب اللي موجود الان، كيف نستطيع ان نثبت ان هذا الكتاب هو نسخه طبق الاصل من الاصل اول شيء اتكتب اذا كان الاصل مش موجود اساسا مفقود؟ طبعا هو ده 20 قرن من الزمان. طيب يعني كثيره. طب نعم ده في اوقات كثيره في القرون اللي ما كانش كتاب مقدس خالص. نعم فجمعوها خصوصا حاجات المطابع دي بعد جت اخيرا يعني. نعم صحيح كان كل المخطوطات مخطوطات وحاجات زي كده. طب نيافه يعني احنا عشان دلوقتي عندنا اتباعه في كل لغات العالم هنقول دي كانت موجوده ودي غير موجوده. طيب حضرتك بالنسبه لوقتي موضوع تقريبا حضرتك يعني مش متخصص في موضوع الكتاب المقدس، حضرتك هل بتدرس في الكليه الاكريكيه او شيء من هذا القبيل؟ انا ما بدرسش لكن بيدرسوها ما اعرفش. طيب نيافه الانبا بالنسبه لموضوع يسوع عندما سال رئيس الكهنه عن ايمانه عن تعليمه عن عقيدته، الكلمة باللغة اليونانية ديداخي والكلمة تعني عقيدة أو معتقد أو اعتقاد أو تعليم. قال أنا كلمت العالم علنية وفي الخفاء لم أتكلم بشيء. يسوع كمان يقول نعم يسوع يقول من فمك أدينك العبد الشرير كمان لابد الكلام من فمه. يسوع كمان يقول إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. تمام؟ بولس يقول انظروا ألا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة بغروب باطل حسب تقليد الناس حسب اركان العالم وليس حسب المسيح. لابد يكون من كلام المسيح. بولس لخص العقيده كلها قال الايمان بالخبر والخبر من كلام المسيح، يعني لابد الكلام من فمه. حتى الترجمه الانجليزيه الحديثه تقول لابد الكلام يخرج من فم المسيح. طب حضرتك الايمان بيتكون من نقاط رئيسيه، اولا ان المسيح هو الله، اثنين عباده المسيح لانه الله، ثلاثة أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد، أربعة الخطية الأصلية أساس عقيدة التجسس والفداء، خمسة أن المسيح هو الله الابن، الله الكلمة، الله الأقنوم التاج. تمام؟ الآن حضرتك إذا كان بولس يقول الإيمان بالخبر والخبر بكلمة المسيح ويسوع يقول من فمك أدينك العبد النتن، فين حضرتك هل هناك نص سبق من 27 سفر يسوع يقول أنا الله؟ يعني حد يقدر يقول انا الله؟ ده الله نفسه يقول كده مش انا. انت حضرتك اللي يقول انا الله. الله نفسه مش انا. يعني اذا المسيح ليس هو الله لانه لم يقول انا الله، تمام ولا غلطان؟ لا يعني انا والاب واحد، لما انا فقد راى الاب يبقى دي مش كفايه دي. انا هقول لحضرتك، انت حضرتك تفضلت تقول لا احد يجرؤ يقول ان انا الله الا الله. حضرتك كلامك 100% صح وانا بشكرك على امانتك العلميه. ليه بقى؟ عند حضرتك على سبيل المثال مثلا في التكوين الاصحاح 46:3 قال الله فقال انا الله اله ابيك. عند حضرتك في التكوين 35:11 وقال له الله انا الله القدير. عند حضرتك
في مزمور 46:10، قف واعلموا اني انا الله اتعالى بين الامم اتعالى في الارض. عند حضرتك في اشعياء 46:9، اذكر الاولويات منذ القديم لاني انا الله وليس اخر اله وليس مثلي. عند حضرتك في اشعياء 45:22، التفتوا الي واخلصوا يا جميع اقاصي الارض لاني انا الله وليس اخر. عند حضرتك في اشعياء 43:12، انا اخبرت واعلمت وليس بينكم غريب وانتم شهود يقول الرب وانا الله. حضرتك تفضلت ولا يجرؤ شخص ان يقول انا الله اذا الا اذا كان الله. الله قال انا الله. اذا كان يسوع هو الله لماذا لم يقول انا الله؟ ايوه خلاص كل ده من الله قال انا الله. ايوه القديم. ايوه انا السيد المسيح قال من رآني فقد رأى الآب. رآني في لبس لما بيقولوا أرني الآب وكفانا قال كل هذه المثبتة وأنت لم تعرفني يا فلبس من رآني فقد رأى الآب. نيابة الأنبي بسادة، هل يسوع هو الآب؟ هل يسوع هو الآب؟ لا لا يسوع هو الإبن. أحسن. لو قلنا يسوع هو الآب ده هرتقى، هرتقد سابيليوس الذي كان يعتقد الآب وإبن الروح القدس شخص واحد، وارتقد مؤلم الآب. معنى هذا كلام الآب مات على الصليب، والكلام اللي سعادتك بتقوله مظبوط اللي هو يسوع ليس الاب من كلام المسيح. يسوع يقول في انجيل يوحنا انجيل يوحنا 5:31، ان كنت اشهد لنفسي فشهادتي ليست حق، الذي يشهد لي هو اخر. من الاخر الذي يشهد ليسوع؟ العدد 37، والاب نفسه الذي ارسلني يشهد لي. لا تسمعوا صوته قط ولا ابصرت ما. ممتاز. اذا الاب ليس الاب. تمام. طب حضرتك الان يسوع يقول في انجيل يوحنا 17:3، وهذه هي الحياه الابديه ان يعرفوك الاب انت الاله الحق وحدك. اذا كان الاب ليس هو الابن، والذي يقول الاب هو الابن هرتقى تجديف، والاب هو الله وحده، كيف نؤله معاه يسوع؟ الذي يقول الاب هو الابن هرتقى تجديف، والاب هو الله وحده، كيف نؤله يسوع مع الاب؟ النص واضح، وحدك والابن من الاب والابن والروح القدس اله واحد. امين. طيب حضرتك انت ما جاوبتش على الله هو الاب هو الله والابن هو الله والروح القدس هو الله. يبقى ثلاث مشكله. لا ما فيش مشكله، يبقى في ثلاث اله حضرتك مش اله واحد، ثلاث اله. شوف ساعات لا الله واحد، كلهم الثلاثه واحد، ثلاثه ثانيين في اله واحد. لا غلط. ليه؟ اقول لحضرتك لان يسوع ليس هو الاب. يسوع ليس هو الاب، ادي اول شيء. اثنين، كلمة اقنوم غير موجودة في الكتاب المقدس من الالف الى الياء، ما في شيء اسمه اقنوم، ده شرح من الشراح، ما في حاجة اسمها اقنوم. ثلاثة، التثليث ما موجود في الكتاب المقدس، النص الوحيد اللي بيتكلم على التثليث اللي هو رسالة الاولى ليوحنا 5:7، وهذا النص بإجماع علماء النقد النصي مضاف غير موجود في أي مخطوطة يونانية قبل القرن العاشر. اللي قال الكلام ده أبو علم النقد النصي بوريس متذكر. النص مضاف، النص غير موجود في المخطوطات القبطية. طيب حضرتك بتشكك نفسك ليه في الإيمان بتاع ماوي؟ لا ليه كده تشكك نفسك؟ أقول لحضرتك ممتاز، أنا أقول لحضرتك السؤال جميل جدا. الايمان بتاعنا تسليم يا باشا، مش انا اقول لحضرتك مش مجرد حاجه بالعقل، ده حاجات تسليم ايماني. نحس بالقلب والمشاعر يعني غير العقل. لا كما يقول الكتاب. لا يعني انت حضرتك ماشي في حرب تشكيك بتشكك. لا 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 ربنا لاهوته في الابن في الاب، ده كلام ايه ده؟ لا بالعكس، انت حضرتك اللي انت قلته مظبوط. انت بتقول العملية ايمانية مش عقلية، والكتاب المقدس يقول على فهمك لا تعتمد، على فهمك لا تعتمد. والكتاب المقدس تمام. والكتاب المقدس والاقبال وكل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة. كلام جميل. طيب ممتاز. اين بقى، اين قال يسوع باسم الاب والابن وروح القدس؟ ما في نص في الكتاب المقدس ولا في الجديد ولا في القديم يقول باسم الاب والابن وروح القدس. فين النص ده؟ ما فيش نص. كل حاجه ذكرها السيد المسيح كده بس الكتاب المقدس. يوحنا الحبيب اللي هو الانجيلي بيقول الكلام اللي قاله المسيح، لو كتب واحده واحده ما كنت اجد كتب انتسى العالم كله. اولا انا اقول لحضرتك الكلام لا 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 ثواني الكلام اللي سعادتك تفضلته وقلته ده موجود في انجيل يوحنا الاصحاح 21، والكلام ده موجود في ايه
25 اخر نص في انجيل يوحنا، واشياء اخرى صنعها يسوع ان كتبت واحده واحده فلست اظن العالم نفسه يسع كتب ما كتب. بيتكلم على معجزات يسوع، اول شيء بيتكلم على المعجزات. مش كل التعاليم اللي قالها المسيح كتبت. طيب حضرتك اولا اللي انت حضرتك النص حضرتك ارجع لتدرس يعقوب مرطي، ارجع لمتى المسكين، ارجع لاي تفسير ارثوذكسي بيتكلم على المعجزات. ادي واحد. اثنين، البابا تودروس بنفسه في مقدمه انجيل يوحنا صفحه 167 بيقول فيها حرفيا، يقول كذلك الاصحاح الاخير 21 ربما اضيف بعد انتهاء الكتابه كما يتضح من الآيات الأخيرة في يوحنا 20-30. هذه الأمور تقول إن المحتمل جدا إن هذا الإنجيل تكون على مراحل. حضرتك الكلام ده مش كلام يوحنا، كلام النص السجل بإنجيل يوحنا حضرتك. أدي واحد. اثنين، لا مش ضروري، مش ضروري نعتمد على انجيل يوحنا، لكن هل كل اللي قاله السيد المسيح في ثلاث سنين وثلث اتقالت كتبت الكتاب المقدس؟ ممتاز، كلام حضرتك جميل. اذا العقيده ليس مستقى من الكتاب المقدس، العقيده مستقى من المجامع المسكونيه مثل مجمع نقيا 325، مجمع القسطنطينيه 321، وهكذا دولك. مظبوط حضرتك؟ تمام تمام. يبقى العقيده مستاقه من المجامع، الاساس هو المجامع. النقطه الثانيه حضرتك بتقول باسم الاب والابن والروح القدس الى واحد امين. اولا حضرتك انا عايش في امريكا وبدخل كنائس امريكا جميع الطوائف، ما في واحد مسيحي على وجه الارض يقول الى واحد امين الا الكنائس العربيه فقط باللغه الانجليزيه by the name of the father the holy ghost and the son and the holy ghost امين. ما فيش الى واحد امين. من اين جت الى واحد امين؟ ايام الدولة العباسية كان في عالم كبير مسيحي اسمه ابو رأت التكريتس، كان بيناقش علماء المسلمين فقال لهم انت راجل مشرك بتعبد ثلاثة، فاضاف اله واحد امين. ما في واحد على وجه الارض يقول على اللي هي باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين الا العرب. اديك مثال اخر، انت كراجل مسيحي ارثوذكس بتتكلم اللغة العربية لغتك بتقول ايه على نصوص الكتاب المقدس ايات؟ ما في مسيحي على وجه الخليقة على وجه الارض يطلق هذا اللفظ على نصوص الانجيل الا المسيحيين العرب. انت عندك فقرات، عندك فيرسز، عندك ما عندك حاجه اسمها ايات. ايات دي تاثير بالاسلام، وانتوا صح ولا غلطان. ولذلك الانبا بشوي عنده تسجيل جميل جدا بيتكلم على موضوع التثليث، قال ايه؟ نحن ليس موحدين، نحن مثلثين، نحن مثلثين. وقال ان التوحيد عقيدة غير عقيدة ارثوذكسية مسيحية، انتم متأثرين بالمساجد ومتأثرين بالميكروفونات، احنا مثلثين وليس موحدين. ففي تأثير عندكم بالنسبة لتأثير الاسلام حضرتك، لكن حضرتك هنا انت حضرتك بتؤمن بالتثليث. ما في نص يقول تثليث، وكيف يكون يسوع مساوي للاب ويسوع يقول ابي اعظم مني؟ كيف يكون يسوع عنده علم الاب ويسوع يقول اما ذلك لهم وتلك الساعه فلا يعلم بهم احد ولا الملائكه الذين في السماء ولا الابن الا الاب؟ كيف يكون مساوي ليه في العلم وهو لا يعلم؟ كيف يكون هو قال ايوه قال انا والاب واحد يا ايوه عادي جدا قال انا والاب واحد لا اثنين لا جميل جدا جدا حضرتك الكلام ده ارجع لانجيل يوحنا الاصحاح رقم 17 العدد 21 الصلاة اللي كان بيصليها يسوع لله الآب. يقول يسوع في هذه الصلاة ليكون الجميع واحد كما أنت أيها الأب فيه وأنا فيك ليكونوا هم أيضا واحد فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتني وأنا أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحد كما أننا واحد أنا فيهم وأنت فيه. ممتاز خلاص إذا بترد على نفسك. لا ما بردش على نفسي، معنى هذا الكلام إذا أنا والأب واحد يبقى كمان التلاميذ ال 12 هم مع الأب يبقى 15 إله. ما هو بيبقى أهو الصلاة أهو. ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، ليكون الجميع واحد. أنا والأب واحد لا تعني أن هو الأب، لو قلنا يسوع الأب دي هرطقة. كيف يكون الأب والله وحده ويسوع إله مع الأب؟
النص بيقول باللغه العربيه وحدك وحدك وحدك. كيف يكون شخص غير الاب اله مع الاب بعد كلمه وحدك وحدك؟ ما ينفع ما ينفع. النقطه الثانيه، حضرتك بتؤمن الله الاب الله الابن الله الروح القدس، مظبوط ولا انا غلطان؟ مظبوط. طب ممتاز، احنا عندنا الله الاب، عندنا الله الابن، عندنا الله الروح القدس. لو سالت حضرتك وقلت لحضرتك هل في نص في الكتاب المقدس صراحه عباره او نص تقول الاب في ولا ما فيش؟ فين مثلا على سبيل المثال الاب؟ تم كلامك. اه حضرتك النص مش معاك الوقت، مش مشكله. انا بقول لحضرتك تاني، انت بتؤمن بالله الاب الله الابن الله الروح القدس، تمام؟ المفروض الكلام الايمان بالخبر والمفروض الخبر بكلمة المسيح، تمام؟ ممتاز. الان حضرتك انت بتقول الله الاب الله الابن الله الروح القدس، اين نجد الله الاب في الكتاب المقدس؟ نجد الله الاب من كلام المسيح ومن كلام بولس ومن كلام التلاميذ. المسيح انجيل يوحنا 6:57، لان الله الاب قد ختمه. انا هديك بعض الامثله فقط. بولس غلطية 1:1، والله الاب الذي اقامه من الاموات. يعقوب 1:27، الديانة الطاهرة النقية عند الله الاب. بطرس الرسالة الاولى 1:2، مقتضى علم الله الاب. يوحنا الرسالة الثانية 1:3، تكون معك رحمة وسلام من الله الاب. يهوذا 1:1، المدعوين المقدسين من الله الاب. اذا الله الاب لا مرجعية موجودة في الكتاب المقدس من كلام التلاميذ ومن كلام بولس ومن كلام المسيح. اين نجد بقى الله الابن؟ نجدها فين الله الابن؟ لو حضرتك عملت بحث في الكتاب المقدس من الالف الى الياء لن تجد الله الابن. حضرتك لو عملت بحث في الكتاب المقدس من الالف الى الياء لن نجد الله الروح القدس. هذا ايمانكم مش موجود في الانجيل، الموجود في الانجيل بس. نعم. من يؤمن راني فقد راى الاب، يبقى معناها ايه؟ لا انت هو مش هو الاله برضه. يا العمليه مش عمليه اسامشن او استنتاج، العمليه احنا انا جبت لحضرتك بعض النصوص من كلام المسيح وبولس والتلاميذ يقولون الله الاب. هل في نص في الكتاب المقدس كل الله الاب؟ ما في نص. هل في نص في الكتاب المقدس كل الله القدس؟ ما في نص. اللي حضرتك تفضلت وقلت استنتاج. طب موضوع هل يسوع صوره الله؟ نعم، وحضرتك صوره الله وانا صوره الله. مين يقول كده؟ الكتاب المقدس. يقول بولس ان الرجل لا يغطي راسه لان الرجل صوره الله ومجده. ويسوع حسب الكتاب المقدس ذكر في البدء كان الكلمه والكلمه كلمة عند الله. يسوع تم ختانه عنده 8 ايام، لماذا؟ لان الناموس يقول ان الطفل الذكر. بيقول برضه في مالوك الكلام بيقول وكان الكريم الله نفس السطر هو اللي انا اقصده حضرتك، اللي انا اقصده مش برضه لا لا تكفيش برضه عند حضرتك. ممتاز. يقول والكريم كان الله. ممتاز. اولا حضرتك قلت لك ارجع الى المخطوطات القبطيه، المخطوطات القبطيه بتقول الكلمه اله. اثنين، البابا تواضر في كتاب مفتاح العهد الجديد 167 يقول ان مقدمه انجيل يوحنا الاصحاح الاول 1:18 مضاف. ثلاثه، لو اخذنا خلاص عرفنا. ممتاز. لو اخذنا النص على علته، النص على علته مع حضرتك، في البدء كان الكلمه وكان الكلمه عند الله وكان الكلام الله، مظبوط انا بقول صح؟ تمام. ممتاز. لو حضرتك شلنا الكلمه اليس الكلمه تعني الله ولا انا غلطان؟ الله. ممتاز جدا. يبقى حضرتك نعيد صياغه العباره. انت بتقول في البدء كان الكلمه وكان الكلمه عند الله وكان الكلمه الله. اذا كان الكلمه هي الله يبقى في البدء كان الله وكان الله عند الله وكان الله الله. هل الكلام يستقيم؟ هل الكلام يستقيم؟ شوف حضرتك تحت النقطه الاولى. النقطه الثانيه، في البدء كان الكلمة وكلمة عند الله. عند الله العندية تستلزم المغايرة، تستلزم المغايرة. كيف يكون الشيء عندي وأنا نفس الشيء؟ العندية عند الله تستلزم المغايرة. ما ينفع يكون الله هو نفس الشيء ده. العندية عند الله، تمام؟ اذا حضرتك هنا ما في نص في الكتاب المقدس يسوع يقول انا الله. هل في نص في الكتاب المقدس يسوع يطلب العبادة؟ يسوع يطلب العبادة؟ هل يسوع طلب العبادة نفسه؟
فيش حاجه زي كده لا. طيب ممتاز. طب هل يسوع طلب العباده للاب؟ هل يسوع طلب العباده للاب؟ قال لما تيجي تصلي قول يا ابانا الذي في السماء. تسال كده؟ لا لا لا، انا بقول طلب العباده للاب، طلب العباده للاب. هل يسوع طلب العباده للاب؟ ودي مش عباده، دي نقول يا ابانا الذي في السماء، مش عباده هي صلاه. انا شوف شوف حضرتك اللي انا اقصده. لكن حضرتك ماشي بتهتم باللفظ قوي. ايوه ما هو عايزين نقض الموضوع مش اللفظ. لا حضرتك ليس الايمان بالخبر. الالفاظ دي الالفاظ دي اللي جابت اريس وجابت مقدونيس وجابت نستور وايه الالفاظ دي؟ انا لازم تتمسك باللفظ. طيب اليس اليس الكتاب المقدس لعصمه حضرتك؟ انجيل يوحنا 4:19 قالت المراه يا سيدي ارى انك نبي، تعبد اباؤنا في هذا الجبل وانتم تقولون ان المكان الذي يجب التعبد فيه هو اورشليم. قال يا يسوع صدقيني ايتها المراه تاتي ساعه فيها تعبدون الاب. لم يقل تعبدوني، لم يقل تعبدون الثالوث اب. لماذا؟ ان الاب هو الله وحده وهذه الحاله ابديه. طب ما ده الاخلاء يا حبيبي، ما هو اخلى ذاته. ثواني بس ثواني، تعرف الذات شكل عبد ثواني. انتم تعبدون ما لا تعلمون ونحن نعبد ما نعلم. يسوع يقول نعبد لله. موضوع الاخلاء هو لما يمسح هيعرف نفسه للمراه السامريه هي انها انا الله، بس الاخر لها هو ده النبي اللي انت بتقول عليه ده انا هو. طب ايه راي حضرتك؟ البابا انا الله معلش البابا شنو ده؟ البابا شنودة يعني هي عايزة تتعرف لسه عليه. البابا شنودة في سنوات مع أسئلة الناس أسئلة لاهوتية وعقائدية. قول البابا شنودة السؤال للبابا، لماذا يسوع لم يقول على الله؟ قال البابا شنودة لو قال على الله لرجموه وانتهت مهمته من الأول، الناس لا يستحملون هذا الكلام. البابا نفسه بيقول كده. ارجع لكتاب سنوات من أسئلة الناس أسئلة لاهوتية وعقائدية. لماذا لم يقول على الله؟ قال لو قال على الله كان رجموه وانتهت مهمته من الاول، الناس لا يستحملون كده. يسوع لم يقول على الله، ما في يسوع ما قال على الله. هو كان لسه بشر يا اما وثنيين يا اما يعني ايمانهم ضعيف، فكان لازم ياخذهم واحده واحده. ايوه بس انت عندك حضرتك 27 سفر، اين قال على الله في 27 سفر يا سعاده الانبا؟ اين قال على الله؟ وحضرتك بتقول انا يا سيدي ما بقول لك اول ما ان راني فقد راى الاب، ده انا والاب واحد. ايوه انا الفرد وانا والاب واحد يا حضرة الفرد. اذا كان الاب هو الله فالابن هو الله برضه، ما هم واحد. حضرتك اسمع ماذا يقول بولس، الرجل لا ينبغي ان يغطي راسه لان هو صورة الله ومجده. يسوع ذكر وذكر هو صورة الله، ما في مشكلة. الكتاب المقدس كمان يقول في العهد القديم ان الله خلق الانسان على صورته ذكر وانثى، يعني مش الذكر بس حتى الانثى. فدي عملية الاستنتاج دي ما لا مش هتعمل اي شيء. انت حضرتك بتقول موضوع الاخلاء، اين قال يسوع انا الله الظاهر في الجسد؟ اتفضل فين؟ اين قال يسوع انا ناسوت لاهوت؟ اين قال انا في بعض الاحيان انسان وفي بعض الاحيان اله؟ الا فين؟ الا فين حضرتك؟ اديني نص يسوع يقول انا نسيت لاهوت. فين النص؟ مفيش. هذا ايمانك انت، انت كمسيحي ده ايمانك. الايمان ده ليس له مرجعيه في الكتاب المقدس. انت حضرتك لكن ده تجلي المسيح على جبل التجلي ده بيثبت ان هو اله. جميل جدا. هو الله. ممتاز ممتاز. يعني حضرتك هنا كيف يكون يسوع اله مع الاب؟ لو على فرضيه على سبيل المجادله عن النص اللي بتقوله، كيف يكون يسوع اله مع الاب؟ إذا كان الأب هو الله وحده، أدي واحد، اثنين. مين كان؟ هما واحد من الثلاثة. هو هولد وان مينيت. أنت دلوقتي بتفرق بين ده وبين ده. يا حبيبي. إحنا بنقول ثلاثة واحد، واحد حتى المديحة اللي بنقولها في رسوم الرسل ثالوث واحد واحد في ثالوث. يا حبيبي يا سعادة الأنبا الفاضل. يا سعادة أنت حتى شكتنا في الرسالة بتاعنا حتى. يا سعادة الأنبا هذا إيمانك، فين الكلام ده في الإنجيل؟ على راسي من فوق، فين الكلام ده في الإنجيل؟ هو كل حاجه كانت في الانجيل احنا عايشين بيها، امال القداس ما كانش في الانجيل. ممتاز. اذا الايمان خلال الحال ما كانش في الانجيل. ممتاز. اذا من اين هذا الايمان؟ من اين؟ انت تاسست بعد كده شويه بشويه. الرسل عملوا حاجات. احسن. البطارقه القدام جات يعني عملت حاجات. ممتاز. المجامع المسيحيه عملت يعني ايه ده؟ يعني المصدر مصدر الايمان ليس الانجيل، مصدر الايمان هو الاباء،
مصدر الايمان هو المجامع المسكونيه، مظبوط ولا غلط؟ مش مصدر واحد، لا. امال ايه حضرتك؟ مصدر الايمان انا بقى. مصدر الايمان بتاعنا الكتاب المقدس، وبعدين اضافات اضافوها الاباء في المجامع المسكونيه وغيره. طب ممتاز ممتاز، اضافات تم اضافه في المجامع المسكونيه، هل الاضافات اللي اضافوها ديت معنى اضافه يعني مش موجوده في الكتاب المقدس ولا انا فاهم غلط؟ اضافه يعني مش موجوده في الكتاب ولا انا غلطان يا سعاده الانباء؟ هو القداس كان موجود في الكتاب المقدس. طيب انا بقول لحضرتك ده كلمتين قالهم المسيح، خذوا وقولوا هذا وجهتي وخذوا اشربوا هذا، يعني ما فيش اكثر من كده. ده في ناس الحق وده من مصر الحق. يعني حضرتك احنا اتفضل اتفضل قول انا بسمع اتفضل. احنا اضفنا القداس كل اللي بنصليه ساعتين وثلاثه. انا ما بتكلمش عن القداس حضرتك، انا بتكلم على الايمان. الايمان، انت حضرتك بتؤمن المسيح هو الله، المسيح لم يقول انا الله، انت بتعبد المسيح، المسيح ما في نص قال اعبدوني، انت حضرتك بتقول ان المسيح هو الله الظاهر في الجسد، المسيح لم يقول انا الله الظاهر في الجسد، انت بتؤمن بالخطيه الاصليه اساس عقيده الجسد والفداء، المسيح لم يتكلم على ادم ولا خطيه ادم، انت بتؤمن المسيح هو اللي هو عملت الاخلاء، الاخلاء اللي احلى ذاته وهذا صوره انسان وعمل. اللي انت حضرتك بتقوله الكلام ده اللي انت ساعدتك بتقوله الاعمال بتاعته تثبت ان هو الله. يعني لما يدرس خمس كبزات ياكل بيها 10,000 ولا 20,000، خمس كبزات تاكل ده كله ازاي؟ ممتاز. لازم ثواني ثواني ثواني، موضوع الاخلاء ده ليس كلام المسيح بل كلام بولس في رسالته الفيليبي، ادي اول شيء. النقطه الثانيه، بولس نفسه يقول لنا اله واحد والله الاب، بولس انه يوجد اله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الانسان يسوع المسيح. بولس يقول اله ربنا، ادي اول شيء. المسيح ما قالش اخلاء ولا قال نسوت ولا قال لاهوت ولا قال هذا الكلام على الاطلاق. ايه راي حضرتك؟ بولس يقول الايمان هو الكلام اللي كتبوه اباء الرسل في الانجيليين، فين الكلام بالروح القدس؟ فين حضرتك؟ فين حضرتك؟ فين مين الاباء اللي كتبوا؟ تقصد الاناجيل؟ الاناجيل والرسل والرسائل دي بالروح القدس، فين ولا تأليف من الناس؟ فين الكلام ده في الانجيل بيقول الاناجيل ديت؟ اولا انت حضرتك عندك دليل ان كتاب الاناجيل هم تلاميذ المسيح؟ اتفضل قول لي ايه الدليل؟ اول شيء يا عم انت حضرتك تروح تناقش الناس الفلاسفه والعلماء، انا راجل غلبان مش قادر عليك ولا على كلامك. ازاي حضرتك انت حضرتك بعدين التليفون ده مصاريف جامده قوي عليك يا حضره الانبا، يعني سعادتك مطران اخميم وسعاد بمصر، حضرتك كمان من ابناء دير الانبا بشو وادي النطرون مصر، حضرتك يعني راجل ليك يعني راجل ليك مصداقيه. ايوه بس انا حضرتك راجل بحث، انا ما عنديش الوقت اللي ابحث الابحاث بتاعتك دي كلها. انا راجل يعني بخدم وبستقبل الناس وبحل مشاكل وبصلي قداسات، هل بتبحث زيك؟ انت راجل وعندك امكانيه انك تبحث وقت تبحث وبتقرا كتب كتيره، انا ما بعملش زيك. طيب نيافه الانبا بساده، لكن في ناس متخصصين، يعني في ناس بيدرسوا الكتاب المقدس وبيدرسوا طيب رسائل بولس الرسول، طيب وبيدرسوا العقيده، هم دول اللي تسالهم بقى. يعني ليه سؤال بسيط بس، بالنسبة لحضرتك انت مع احترام لسعادتك، انت راجل اولا راجل محترم عندك سعة صدر، راجل بصراحة يعني يعني كويس اللي احنا بنتكلم عنك، انت راجل محترم جدا بصراحة عندك سعة صدر جدا، ده من اصلك الطيب، ده من انت مثال طيب بصراحة، يا ريت كل الناس زي كده اللي ارزقك. بس في نقطة كلنا غلابة. السؤال هنا حضرتك، انت بتقولك راجل غير متخصص وانت راجل بتحل مشاكل في الكنيسة وكده، امال حضرتك مع احترامي لا اقصد شيء، انت حضرتك بالنسبه للاسقفيه دي حضرتك على اي اساس؟ على اي اساس؟ اهو ضحكوا عليا اهو ورقوني. اه يعني مش شرط يكون عندك علم او شيء من هذا القبيل؟ لا مش شرط، مش شرط طبعا، احتياج الخدمه دي يعني تحتاج ناس، مش لازم يكونوا يعني علماء في الكتاب المقدس او في العقيده، لكن شويه بشويه بنقرا وبنتعلم شويه شويه. طيب حضرتك لكن في ناس متخصصين زي ما بقول لسيادتك. زي مين حضرتك؟ زي مين؟ علماء في الكتاب المقدس، زي مين حضرتك؟ في العهد القديم، في العهد الجديد، زي مين؟ في العقيده، في زي مين؟ في اي حاجه زي كده. زي مين نيافه الانبا؟ زي مين نيافه الانبا؟ زي مين؟
بيدرسوا في الكليات الاستريكيه علماء. اديني اسم واحد بس، اديني اسم واحد زي مين؟ انا انا هقول لك شخص اشهر واحد كان في الكنيسه، الدكتور العلامه موريس توادروس، سمعت عليه؟ الله يرحمه. ده هذا توفى للسنه اللي اعتقد. ساعات الدكتور المتخصص بيدرس في ومات عنده حاجه و90 سنه، مظبوط؟ متخصص في العهد الجديد وليه كتاب مدخل العهد الجديد. انا حضرتك اتصلت بيه قلت له يا سعاده الدكتور لو تكرمت عندي استفسار في العهد الجديد دراستك، قال لي معلش 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 ورفض تماما وقفل التليفون. ايه راي حضرتك؟ درست الدكتوراهات في اليونان وكان بيدرس طول عمره يمكن 60 سنه بيدرس في الكليه وفي المعهد اللاهوتيه. يعني هنجيب مين طيب؟ هنجيب مين؟ احنا الكنيسه نهضت بس في القرن العشرين، ما كانش فيه ناس تعلم ولا ناس. ده اول واحد حبيب جدس هو اللي بدا يعلم في الكنيسه لوحده بس. الكنيسه كانت فين؟ ما كانش يعني نامت في العصور الوسطى دي. كانت فتره الكنيسه في القرن الرابع والخامس ايام اثناسيوس وكيرلس. طيب سعاده الكبير والجماعه دول وغريغوريوس النيزيان. نيابه الانباء. لكن في العصور نيابه الانباء بسادة انا كلمت علماء كبار من الكنيسه الارثوذكسيه والكاثوليكيه على سبيل المثال. اديك مثلا واحد من كبار العلماء ومعاه دكتور عود، الدكتور سمير اسحاق متري. ايه رايك؟ سمير اسحاق متري وهو راجل علامه في وحاصل على درجه الدكتوراه في اللاهوت. هذا انت تعرفه؟ انا ما اعرفوش. طيب واتكلمت كمان مع اكبر راس في الكنيسه الكاثوليكيه في مصر، دكتور برضه متخصص ومعاه درجه الدكتوراه في اللاهوت. برضه انا الراجل في الاخر قال لي انت عندك حق وانا مش هقدر ارد عليك. عموما ربنا يقويك، انت شاطر قوي 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 في الدراسه اللي انت فيه، خليك فيه وربنا يقويك اكتر واكتر وتفيد الكنيسه وتعمل حضرات وتعلم الناس، كتر خيرك على اللي بتعمله ده. نيابه الانبا بسادة، كنت بس كان استفسار بسيط في نفس الموضوع اللي بنتكلم فيه. يعني حضرتك يعني امال حضرتك قبل ما تكون دخلت سلك الكهنوت كنت حضرتك ايه الوظيفه المدنيه بتاعتك؟ يعني بيقولوا كنت مهندس. يعني مهندس. طيب حضرتك يعني لم لا لا ما 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 رحتش كليه اكريكيه او شيء من هذا القبيل؟ الحقيقه رحت الاكريكيه في القاهره بس ايام الاستنزاف بتاعت حرب قبل حرب اكتوبر. اوف، من ايام الفراعنه. ما كملتش، يعني خدت سنه اولى وثانيه وما كملتش بعد كده عشان دخلنا بقى في الحرب. كانت سنة ثالثة بالنسبة لي هي الحرب 73 في العدد تشفت. ماشي. الو. ايوه مع حضرتك، انا يعني بسمع لك. انا صراحة يعني مبسوط اللي بتكلم معاك لان عندك سعة صدر وبتتكلم باسلوب مؤدب وباسلوب محترم وعندك امانة في الحوار، فمش عاوز اقفل معاك بصراحة، عاوز اكمل معاك لو في امكانية يعني. لا بس انا مش قدك يعني. لا مش شرط يعني، مش شرط يعني. علامه يعني، علامه وشاطر وبتدرس كويس وحافظ ايات حلوه قوي، الشواهد بتاعتها يعني ده شيء حلو قوي. في الكنيسه ولا لا؟ نعم يا فندم؟ انا بتخدم في الكنيسه ولا لا؟ ايوه انا بخدم حضرتك. طب حضرتك بالنسبه للموضوع، ما بالنسبه للموضوع احنا يعني الفرق ما بين موضوع الطبيعتين والطبيعه الواحده، حضرتك الكلام ده ملوش يعني ملوش مرجعيه في الكتاب. يسوع لم يقول طبيعه واحده، يسوع لم يقول طبيعتين ومشيئتين. الكلام ده مرجعيته زي ما حضرتك تفضلت من المدامه المسكونيه، صح؟ يعني بعض الدراسات اللي بتدرسها دي ما تعرفش يعني كلمه طبيعه ايه وطبيعتين، ما هي معروفه الطبيعه من طبيعتين متحدتين. نعم احنا بنقول كلمه طبيعه من طبيعتين متحدتين، اللاهوت اتحد بالناسوت وصاروا طبيعه واحده. طيب نعم كان في الانجليزي احنا بنقول على لا انا عارف طبيعتين. شوف سعاده الانبا فساد، انا عارف هي معناها ايه بس انا عاوز اسمع منك. شوف حضرتك البابا شنودة ليه كتاب، الكتاب اسمه حضرتك طبيعه المسيح.
تحت عنوان أهمية الوحدة للكفارة والفداء يقول البابا: عقيدة الكنيسة في طبيعة المسيح تتلخص في مقال القديس كيرلس الكبير: لا نتحدث عن طبيعتين بعد الاتحاد. فيمكن أن نقول أن الطبيعة اللاهوتية اتحدت أقنونيا بالطبيعة البشرية داخل رحم القديسة العذراء، ولكن بعد هذا الاتحاد لا نعود مطلقا نتكلم عن طبيعتين في المسيح. النقطة دي مهمة جدا سعادة الأنبا، النقطة دي هنا نعم هي طبيعة واحدة. كلام القديس كيرلس الكبير لما قال طبيعة واحدة للكلام المتجسد. ممتاز. النقطة دي مهمة في ايه حضرتك؟ ان بعد ما تم الاتحاد لا نستطيع ان ننسب عمل للطبيعة الانسانية وعمل اخر للطبيعة البشرية. كل الاعمال اللي بيقوم بها مين؟ المسيح الاله الظاهر في الجسد. هو عموما حاب اقول لحضرتك وطبنك يعني الخرطبيين دول اختلفوا مع طريقة سياسية، مش حكاية هم كلامهم هو نفس كلامنا، حاليا بيقولوا نفس كلامنا، بس هي حاجة سياسية ما كانوش عاجبهم بقى ان بابا الاسكندرية اللي رأس المدامع وكلام كده، ولما حرم اثنين بطاركة زعلوا منه زي اللي حرم البطاركة، فهم بقى زعلوا وعملوا مجمع خرطبيني ده اللي هو ضد القديس يستورس بسبب يعني جزهم من الكنيسة الكنيسة مصر او الكنيسة الاسكندرية. هذه كل الحكاية بالنسبة المجمع الاختلاف سياسي. لا في اختلاف. ثواني بس، ارجع لكتاب تاريخ الاخباط الجزء الاول صفحة 179، المرجع الريفرنس تاريخ الاخباط الجزء الاول 179، يقول مؤلف الكتاب: عقد مجمع خلقدونية أولا في القسطنطينية ثم إلى خلقدونية بالبصفور، وقد حضره أساقفة روما كما حضره البابا ديسكورس بطريرك اسكندرية ومع أساقفته، وقد اشتد الخلاف بين الفريقين في اليوم الأول، حتى إذا كان اليوم الثاني للمجمع منع البابا ديسكورس وأساقفته بالقوة من حضور الجلسة، واجتمع أساقفة روما مع بعض أساقفة الشرق وحجموا بعد ديسكورس ونفي ونادوا بعقيدة التبعتين والمشهدين. ثواني ولا تعتقد ان بابا الاسكندرية هو رئيس الجلسات ثواني بس ولا تعترف الكنيسة القبطية بمجمع خلقدونية ولا بقراراته، كما لا تعترف بالمجامع التي عقدت بالقسطنطينية بعد ذلك سنة 553 و610 و786 لمخالفة الذين اشتركوا فيها مع الكنيسة القبطية في الاعتقاد بأن للمسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة. الموضوع مش سياسي، الموضوع فيه اختلاف في طبيعة الإله، هل هو طبيعة واحدة أو طبيعتين. النقطة الثانية حضرتك تفضلت حسب العقيدة الكاثوليكية أو البروتستانتية، لو حضرتك تفضلت وعملت حوار أو سألت واحد بروتستانتي أو كاثوليكي كله من الذي مات على الصليب؟ هيقول لك الناسوت الانسان يسوع. هذا الكلام يخالف تماما كلام البابا شنودة. ارجع لكتاب البابا شنودة كتاب طبيعة المسيح أهمية الوحدة للكفارة والفداء، يقول: ان الايمان بطبيعة واحدة للكلمة المتجسد هو امر لازم وجوهري واساسي للفداء، فالفداء يتطلب كفارة غير محدودة تكفي لمغفرة خطايا غير محدودة لجميع الناس في جميع العصور، ولم يكن هناك سوى تجسد الله الكلمة ليجعل بلاهوته مش ناسوته الكفارة غير محدودة. الآن بيقول البابا شنودة: فلو تكلمنا عن طبيعتين منفصلتين وقامت الطبيعة البشرية، يعني أي واحد أرثوذكسي يقول إن الناسوت مات على الصليب هذا كلام غير أرثوذكسي، وقامت الطبيعة البشرية وعملية الفداء وحدها لما كان ممكنا على الإطلاق أن تقدم كفارة غير محدودة لخلاص البشر. ومن هنا كلام البابا: خطورة المناداة بطبيعتين منفصلتين تقوم كل منا بها خصها، وده أكبر خطأ بيقع في مصر. حتى الأساقفة يقول لك عامل دي بناسوته وعامل دي بلاهوته، الكلام ده غلط، جميع الأعمال يعملها الإله الظاهر في الجسد. يقول البابا شنودة: ففي هذه الحالة موت الطبيعة البشرية وحدها، يعني لو قلنا اللي مات فقد الناسوت لا يكفي للفداء. البابا شنودة بيأكد من الذي مات على الصليب، يقول: لأنه لو عرفوا لما صلب رب المجد، من الذي مات رب المجد؟
البابا تلودا رؤيد يقول ورئيس الحياة قتلتموه، من الذي مات رئيس الحياة؟ البابا تلودا بيقول المسيح نفسه يقول أنا هو الأول والآخر والحي وكنت ميتا، أنا حي لأبد الآبدين ولي مفاتيح الهوية والموت. البابا تلودا يقول فهذا الذي كان ميتا هو الأول والآخر وبيديه مفاتيح الهوية والموت. الآن اسمع ماذا يقول، وهكذا لم يفصل لاهوته عن ناسوته وهو يتحدث عن موته. البابا شنودة بيختم هذا الكلام، من الذي مات على الصليب؟ إذن فالذي مات هو رب المجد ورئيس الحياة ورئيس الخلاص هو الأول والآخر. اللي مات مش الناسوت، اللي مات والله الظهر في الجسد، اللي بيقول اتبعني لو الناسوت ده، لو الناسوت هو اللي مات يبقى ما فيش خلاص، ما كملش الخلاص. أحسنت أحسنت، الله ينور، لأن الكتاب المقدس يقول في التثنية 24:16 كل إنسان بخطيئته يقتل. فلو مات الناسوت وحده لن تكون هناك كفارة، الكفارة تتطلب كفارة غير محدودة، ولا يقوم بهذا الكلام إلا الإله نفسه. مين اللي قال الكلام ده؟ البابا شنودة في كتاب لاهوت المسيح صفحة 84-85. إذن الكلام مش اختلاف سياسي بقى، لأن أنت الأرثوذكس اللي مات الناس اللي متأسف، الكاثوليك والبروتستانت يقول لك الطبقة الإنسانية اللي ماتت، أنت لا. لا الدليل على كده هقول لحضرتك منه. لما اتهم على البابا شنودة قبل ان يحصل فترة كده معركة بحصل في الانجليين الروم، يعني الروم الارثوذكس، نعم، اتفقوا على وثيقة هي بس الايمان واحد وبقى وخلاص، كان المفروض انهم يعني مدام اتفقوا خلاص، بس للاسف كنيسة اليونان لغاية دلوقتي مش راضية تمضي على الوثيقة دي، بس لكن هما لو مضوا عليها احنا كلنا هنبقى كنيسة واحدة. لا، في نقطة حضرتك، أنا أمس متكلم مع أساقفة من الروم الأرثوذكس، الروم الأرثوذكس بيؤمنوا بنفس الكلام اللي في مجمع خلدقونية بموضوع طبيعتين، ما بيؤمنوا بطبيعة واحدة، ولذلك اسمهم روم أرثوذكس، روم أرثوذكس. البابا شنودة عندي تسجيل، لا تمام، البابا شنودة عندي تسجيل يقول، واحد بيسأله بيقول له يا سيدنا هل ممكن أنا أصلي في كنائس غير أرثوذكسية؟ قال له لا. قال له تصلي بس في الكنائس اللي هي تبع المذهب بتاعنا، وقال كمان لا نستطيع ان نقول كلنا واحد في المسيح الا اذا كان الايمان واحد، هذا كلام البابا وعندي التسجيل، فما نقدرش نقول كلنا واحد. نعم، بعد ما نتفق لكن لسه ما اتفقناش، ما خلصناش الاتفاقيه، هو ده اللي لما تخلص الاتفاقيه ويمضوا عليها كل الفلسطينيين ما يبقاش في حاجه اسمها فلسطينيين، يبقى كلهم كنيسه واحده. انت عارف حضرتك دي بقى بيسموها في المسيحية الصلاة الغير مجابة، ان يسوع اساء الاب والاب لم يجيب الى الان. شوف حضرتك ارجع لانجيل يوحنا الاصحاح 17، يسوع يقول ولست انا بعد في العالم واما ولاهم في العالم ولا اتي اليك، ايها الاب القدوس احفظهم في اسمك الذي اعطيتني ليكونوا واحد كما اننا واحد، حين كنت معهم في العالم كنت احفظهم في اسمك، الذين اعطيتهم حفظتهم ولم يهلك منهم احد الا الابن اليتيم اما وهكذا. المسيح بيطلب من الله الاب ان الكل يكون واحد، الى الان هذه الصلاه لم يستجيب اليها الاله نفسه، ما استجابش اليه، ولا انا غلطان؟ لا كلامك صح يا باشا، ربنا يسهل ويديم علينا ويتفقوا معانا، وإن شاء الله هيتفقوا، بس لسه الميعاد ما جاش يعني، سامعني؟ أيوه أنا سامع حضرتك، بس في أنا في كان لو تفتكر حضرتك الأنبا بشوي كان ليه تسجيل بيكفر جميع الطوائف. أيوه. يعني إيه رأيك حضرتك في الموضوع؟ هيتفقوا إزاي؟ سمعت الأنبا بشوي هو اللي كان بيحضر معاهم في اللقاءات بتاعة الوحدة دي. أيوه نعم صحيح. وطبعا كان بيتفاعل معاهم ويكلمهم بحبة عشان خاطر يقنعهم. لسه لكن بقول لحضرتك هم كتبوا وثيقة خلاص ومضينا احنا عليها، واظن بتوع روسيا مضوا عليها، بس بتوع اليونان ما رضوش يمضوا عليها. حتى الانبا بشوي ليه تسجيل ظريف جدا بيتكلم المطران جورج الخليل، كان في احد زي ما حضرتك طلعت احد المؤتمرات واتكلم مع المطران جورج الخليل، المطران جورج الخليل يقول اله العهد القديم جزار. نعم؟ اله العهد القديم ماله؟ الناس الاخير ما سمعتوش. بقول لحضرتك الانبا بشوي
ليه تسجيل. ليه تسجيل على اليوتيوب. التسجيل بيتكلم فيه عن المطران جورج خليل. المطران جورج خليل في احد الاجتماعات اللي حضرتك تفضلت واتكلمت عليها، فبيقول فيها ان حضرتك اله العهد القديم جزار. جزار جبار. جزار جزار بوتشر. جزار جزار جزار. طب حضرتك ربنا يهديهم. طب حضرتك يعني الكتاب المقدس يقول كما وضع للناس ان يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة. المفروض الانسان يتأكد ان هو على الحق قبل ما يأتيه المنية، ولا غلطان؟ يسوع بيقول فتشوا الكتب، يسوع بيقول ابحث عن الحق والحق سوف يحررك. ايه رأي حضرتك؟ يعني ما قلت انهم يعني يختار سنة بعد شهر بعد شهر ان شاء الله في ايام جاية ان شاء الله يبقى في وحدة ربنا معاهم. لا انت فاهم. هم اقرب الناس، اقرب الناس لنا عموما الروم دول. ايوه لا انت حضرتك فهمتني غلط يا فندم. اللي انا اقصده يا فندم الواحد لابد ان هو يتاكد ان هو على الحق قبل الموت يعني، ولا انا غلطان حضرتك؟ لا لا انت صحيح كل حاجه كلامك حلو. طيب يا فندم دلوقتي انا راجل بؤمن بما قال به يسوع. لماذا اؤمن ان يسوع هو الله ويسوع لم يقول انا الله؟ لسه ترجع الحته دي تاني؟ ايوه ما هو سعاده الانبا بس هذا الموضوع مهم جدا. الموضوع يعني بينتج عنا الحياه الابديه. الموضوع بحيره نار وكبريت وحياتيه. لازم احنا لما وقف قدام رؤساء الكهنه اليهود اللي هم بيحكموه في ليله الصلب، قالوه هل انت ابن المبارك؟ قال لهم انت قلت. لا حضرتك الكلام ده موجود في التلات. ولما وقف قدام هيرودس برضه تقريبا نفس الكلام. ثواني حضرتك، الكلام ده حضرتك موجود في انجيل متى وموجود في انجيل لوقا وموجود في انجيل مرقس. خليك معايا دقيقة واحدة بس حضرتك. انجيل متى يقول انت قلت، انجيل مرقس انا هو، انجيل لوقا انتم تقولون اني انا هو. اختار الاجابة الصحيحة. تاني، انجيل متى انت قلت، انجيل مرقس انا هو، انجيل لوقا انتم تقولون اني انا هو. اختار الاجابه الصح. ايه الاجابه الصح؟ طب ما هو الحته الاخيره دي تمنع ان هو الله. لا انت فهمتني غلط. انا برد على كلمه انا هو. أنا يعني انا هو معناها انا الله. تدير اللي تقصده حضرتك يعني ما يقول انا هو معناها انا الله، ده اللي تقصده حضرتك؟ طيب اذا كان انتم تقولون اني انا هو ده كلام يعني معناها بيأكد كلام. لا غلط الكلام. لو يرجع حضرتك حتى التراجم باللغه الانجليزيه يو سي سو يو كليم، يعني انتوا بتدعوا ان انا هو. النقطه الاولى، هل انا هو معناها انا الله؟ انا هو يعني انا الله؟ لما موسى سأل انا بسأل حضرتك، موسى سأل الله في العهد القديم قال له اهيه الذي هو اهيه. ممتاز. يعني انا هو انا الله. طب حضرتك ارجع لانجيل يوحنا الاصحاح 9. ثواني ساعه الامر. انجيل يوحنا 9. انجيل يوحنا 9 كان في شحات بيشحت يستعطي من الناس. انجيل يوحنا 9:8 اللي عمل له يسوع معجزه وفتح عينيه. فالجيران والذين كانوا يرون قبل انه اعمى قالوا اليس هذا هو الذي كان يجلس ويستعطي يشحت يعني. اخرون قالوا هذا هو، واخرون انه يشبه اما هو فقال انا هو. هل الشحات هو الله؟ الشحات قال انا هو. الكلمة باللغة اليونانية ايجو ايمي او ايغو ايمي باللغة اليونانية الحديثة، وده كان بيستخدمها المسيح في كل الايات. طيب عادي يعني انا هو القيامة والحياة. عادي انا هو الطريق. ايوه لا تعني انا هو، لا تعني انا الله. راكبين المركب خايف، خافوا من اللي شافوه كظنوه خيالا لهم انا هو. نفس الكلام اللي انا اقصده حضرتك، لو كلمة انا هو انا الله اذا الشحات هو الله، لان الشحات قال انا هو. ارجع للنص باللغة اليونانية نفس الكلمة اللي قالها يسوع ايجو مي، نفس الكلمة. لماذا الشحات ليس الله ويسوع هو الله؟ يا حبيبي الشحات ايه بس الكلام اللي بتقوله ده كلام يا حضرتك يا سعادة الانبا. انا بقول لحضرتك من الكتاب المقدس. هل النص جبته من خارج الكتاب؟ الكتاب بيقول كده. ف
فالجيران والذين كانوا يرون قبلا انه كان اعمى وقال اليس هو الذي كان يجلس ويستعطي. اخرون قال هذا هو، اخرون يشبه اما هو فقال انا هو. الشحات قال انا هو، ايجو مي. يسوع قال ايجو مي. لا دليل ان انا الله. وكيف يكون يسوع هو الله والاب هو الله وحده؟ انجيل يوحنا 17:3. يعني كل ما المسيح انا هو دي غلط يعني؟ مش لا ما غلط الله. لا مش على راسي من فوق لا تعني انا الله. ليه حضرتك ما لا تعني؟ ما هي ما انا بقول لحضرتك انت لو كلمة انا هو معناها انا الله عشان استخدمها الرجل الاعمى تبقى هي دي مش ايه بقى ايه هو يا رب الاعمى طيب. هو استخدم نفس اللفظ اه ماشي طيب اتفضل معناها ان هو اللي هو زي المسيح. سيبك من الاعمى. العهد القديم، العهد القديم التكوين 27:24 وقال على انت وابن عيسى حضرتك اثنين فالتفت ابن عيسى فقال انا هو. حضرتك انا هو موجود ناس كتير جدا انا هو ليس لا تعني انا الله. اذا كان موجوده في العهد القديم وفي العهد الجديد لا اللي بيقول الكلام ده بشر، اللي بيقول الكلام ده بشر بشر بشر. كيف يكون انا هو الله وبشر بيقول انا هو؟ طيب معلش هو يقول الناس يقولوا لكن هو الحقيقه ايه؟ الحقيقه ان هو بيقول انا هو، انا هو الطريق والحق والحياه، انا هو القيامة والحياه، انا هو خبز الحياه. كمل النص حضرتك، كمل النص. انا هو الطريق والحق والحياه، لا احد ياتي الى الاب. هو الطريق الى الاب، هو الطريق لله لله. انا هو الحق والطريق ولا لا احد ياتي الى الاب. يا صديقي انت دلوقتي بتضعف ايمانك بان المسيح هو الله، انت ليه تضعف ايمانك بالطريقه دي؟ العمليه بتشكك نفسك ليه؟ العمليه هو بتجري وتقص الكلام ده لحد ثاني فعشان انت بتشكك الناس كده. يا سعاده الانبا بساده انا راجل يعني ما قال يسوع في الانجيل. يعني انا اؤمن بشيء مش موجود في الانجيل حضرتك؟ طب انت انا ما لقيتش غير الحته دي تشكك فيها نفسك وتشكك فيها الناس. طيب يا سعاده الانبا لا تؤمن ياسر كده يعني تؤمن من كده كده من غير كلام يعني يعني لازم الالفاظ بتاعتك دي تبقى بالطريقه دي يعني لازم انت تؤمن عندك يبقى عندك ايمان. الايمان هو الثقه بما يرجى والايمان بالامور لا ترى. احنا بنؤمن ان الله موجود في السماء وفي الارض في كل الدنيا كلها وخلاص مفيش داعي للتفاصيل التفاصيل دي كلها. يعني حضرتك ايه ده ايه ده؟ ده مش التشكيك ده يا حبيبي تضيع نفسك. طب سعاده الانبا الفاضل المحترم يعني انا وانت بنبحث عن الحق، كل الناس بتبحث عن الحق. يعني وانا عاوز ادخل ما ده تشكيك في الايمان يا حبيبي لما انت تقول المسيح ما قالش ان انا هو. ما هو ما قالش ده تشكيك في ايماننا بربنا. يا سعاده المسيح اللي فادانا على الصليب يا سعاده الانبا ما كانش والله يبقى تمت المصالحه ازاي دي؟ يا سعاده الخلاص ازاي؟ يعني لو خلاص يبقى تمت الخلاص يبقى انتهينا هنروح قصدنا جهنم. طب وهل الله يموت يا سعاده الانبا؟ الم يقول الكتاب المقدس الست انت منذ الازل يا ربي الهي قدوس لا تموت؟ كيف الله مات يا سعاده الانبا؟ كيف يموت الله؟ ألست أنت منذ الأزل يا رب؟ إيه ده إيه ده يا ابني ده إيه ده يا ابني ده بلاش التهريج ده، أنت بتهرب. يا حضرة الأنبا أنا بقول أنا قلت إن المسيح يموت عشان يفدينا كلنا. أيوه لازم إذرة الخطية موت، هو مات من أجل عشان يرفع عنا حكم الموت. طيب عشان يبقى يحررنا من حكم الموت. أين تكلم يسوع؟ يسوع لما تكلم الخطية الأصلية، يسوع يقول في إنجيل يوحنا 5:15-22 لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطية. أين الخطية؟ لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطية. ما في خطية. كمان يسوع بيفند موضوع الخطية الأصلية. إنجيل متى الإصحاح رقم 9 العدد 12-13 يقول يسوع فلما سمع يسوع قال لهم لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى. اللي محتاج الطبيب هو المريض. فاذهبوا وتعلموا ما هو اني اريد رحمه لا ذبيحه لاني لم ات لادعو ابرار بل خطاء الى التوبه. كيف يسوع؟ يعني انت مش مؤمن بذبيحه الصليب؟ يا انا مؤمن بما قاله يسوع. يسوع بيقول اني انا انت ما ترد عليا بقى ما انا بقى. لا ما فيش اكتر من كده. ما هو يسوع بيقول كده انت مؤمن بذبيحه الصليب اهو اني اريد رحمه لا ذبيحه. يبقى انت هتروح جهنم على طول طالما ما تؤمنش بذبيحه الصليب.
يسوع يقول يا ابني فلسفة الدابة بتاعتك دي يا سعادة الأنبا إن فلسفة الدابة يا سعادة الأنبا يا سعادة الأنبا يسوع يقول لمات لا يدعو أبرار بل خطاة إلى التوبة. كيف تبرر هؤلاء الناس بدون صلب يسوع؟ يعني هنقول إيه؟ هنكذب يسوع؟ يسوع كذاب. ولما قال الكتاب المقدس ده من يسوع المسيح ظاهر من كل خطيه يا حضرتك الفاضل اللي كتبوها القانون. انت حضرتك بتكيب كلام بولس، انا بقول لك كلام يسوع، تقول لي بولس بيقول فاذهبوا وتعلموا ما هو اني اريد رحمه لا ذبيحه لاني لم ات لادعو ابرار بل خطاه الى التوبه. هذا كلام المسيح. كيف تبرر هؤلاء الناس بدون الصلب والكفاره والفداء؟ لازم الفداء. فين حضرتك؟ لازم الفداء ولازم الموت المسيح يموت على الصليب. لازم كان لازم يموت بس يسوع ولا يتم متقش خلاص. يا حضرة يا حضرة المحترم يا سعادة الأنبا، سعادتك إيمانك كده، لكن يسوع لم يقول هذا الكلام. أنت إيمانك على راسي من فوق، لكن مش كلام المسيح. أنت وأنا المفروض نتبع كلام المسيح. المسيح لما قال لم يقول هذا الكلام. المسيح ما قالش هذا الكلام. جبت الكلام ده منين؟ من كلام المسيح. خلي كلامك لنفسك وأرجوك كفاية المكالمة دي، أنا اتفضعت بقى. عايز أنام عشان أنام دي قدام بدري. سعادة الأنبا بسادة أنا عاجز، أنا شايف كفاية بقى وأشوف ناس يكونوا على ما زي ما قلت لك ده، أنا مش حدك. أنا عاجز. تصبح على خير. مع ألف سلامة في سلام. مع السلامة. سلام سلام يا أخوي. كان معانا لواء مباشرة الآن نيافة الأنبا بسادة مطران أخميم سعاد مصر، من ابناء دير الانبا بيشول وادي النطرون مصر، اسماء قبل اسقوفيه ابونا الرابع قمص ابرام الانبا بيشول، تاريخ الرسامه اسقوفيه اسقفا 25 مايو 80، المطرانيه 25 نوفمبر 2018. الانبا بساده اسقف اخميم سواد مصر، الرتبه التاليه مطران اخميم وسواد مصر، الابرشيه مطرانيه اخميم سواد مصر، المقر اخمين، المحافظة محافظة سواد، المدن التابعة له مدينة اخمين. رسم بيد الانبا المعظم البابا شنودة هيربس الثالث. ايوه سلام ونعمة. اهلا وسهلا. اهلا اهلا وسهلا نيابة الانبا غابيوس، لعلي سعادتك بخير يا فندم. مين؟ انا حضرتك بكلمك من امريكا، اسمي ابو مريم. كنا نقول اهلا وسهلا ناخد بركه ونتكلم مع حضرتك، يعني حضرتك علم من اعلام الكنيسه في مصر ولنا الشرف. لا مالك من الكلام ده، انت بتضحك عليا يعني؟ ليه حضرتك مش علم من اعلام الكنيسه ولا ايه؟ اهلا وسهلا، انت مين بقى؟ انا حضرتك اسمي ابو مريم وبكلم حضرتك من امريكا، وببعث لك سلام الشعب هناك. يعني انت تعمل احسن، الكلام مش واضح، معلش يعني على مين؟ ايوه انا مين حضرتك؟ انا سعادتك اسمي ابو مريم بكلم حضرتك من امريكا. حضرتك ما تعرفني شخصيا يعني، ولكن يعني لنا الشرف نتكلم مع حضرتك، يعني انت علم من اعلام الاعلام الكنيسه في مصر. ربنا يخليك يا رب. نيافة الانبا غابيوس، كان عندي استفسار بسيط لو تكرمت. نعم. البابا سعادة البابا تودروس ليه كتاب جديد اسمه مفتاح العهد الجديد. اسمه ايه؟ مفتاح العهد الجديد. مفتاح العهد الجديد. مفتاح العهد الجديد. ماشي عامل فيه جزئين، جزء اول وجزء تاني. في نقطتين مهمين جدا. الجزء الاول بيتكلم فيه عن موضوع انجيل يوحنا. لو ترجع لحضرتك لصفحة 167 بيقول على انجيل يوحنا يعني اننا يمكننا ان نجمل ما سبق في ان الانجيل كان هدفه رعويا لتعميق ايمان المسيحيين انفسهم، إذ يرسم الخط الذي يربط بين مسيح التاريخ والمسيح الرب. طبعا حضرتك اللي هو هيستوريكال جيزس والمسيح الكنيسة، أي المسيح الكنيسة الذي يستمر في تجسد الكلمة، ولكن بصفة عامة يعتبر الإنجيل الأكثر شمولا بين كل الأناجيل رغم أنه تعمد الاختصار في فرده. على أي حال يقول هنا الشاهد هنا لمحات قصيرة موجزة تتناوب مع آيات وعظات ذات طابع لاهوتي مع تقديم الشرح المناسب لها. ونلاحظ ان انجيل يوحنا بدون المقدمة اللي هو يوحنا الاصحاح الاول العدد 1-18، لو حذفنا المقدمة يبدو كتاب
يهوديا، ولكن بإضافة المقدمة يتضح أنه يتناسب مع العالم اليوناني، ولذلك فمن المحتمل أن المقدمة أضيفت على العمل الأصلي بعد ذلك لجذب مزيد من القراء. كذلك الإصحاح الأخير 21 ربما أضيف بعد انتهاء الكتابة، كما يتضح من الآيات الأخيرة في إنجيل يوحنا 20-30-31، لأن إنجيل يوحنا في الإصحاح 20 العدد 31 في نهاية واضحة: وإما هذه فقد خطبت لتؤمنوا أن يسوع ابن الله ولكي تكونوا لكم إذا آمنتوا حياة باسمه. فبقول البابا هذه الأمور تجعلنا نقول إن من المحتمل جدا إن الإنجيل قد تكون على عدة مراحل. الآن حضرتك ال 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 قد تكون إيه؟ على عدة مراحل، على عدة مراحل. الآن يقول البابا إن إنجيل يوحنا الإصحاح الأول العدد 1-18 مضاف، وإنجيل يوحنا الإصحاح 21 مضاف. الكلام اللي بيقوله البابا ده كلام علمي أكاديمي. ليه؟ حضرتك لو تراجع آراء كل علماء النقد النص بأيدوا نفس كلام البابا، حتى في الترجمة اليسوعية بتأكد نفس الكلام. إيه رأي حضرتك في كلام تسعة الأنباء أغابيوس؟ أنا بسأل حضرتك رأيك في الكلام ده. بتسألني عن إيه؟ ايه رأي سعادتك في الكلام ده اللي قاله البابا؟ ايه رأيك فيه؟ انا اقرب نفسي احسن. طيب كمان البابا فيه نقطة مهمة بيتكلم، طبعا انت حضرتك تعرف قصة المرأة الزانية مظبوط؟ اللي هي موجودة اللي هي موجودة في انجيل يوحنا الاصحاح 8 من العدد 1-12. البابا برضو بيأكد في كتابه مفتاح العهد الجديد نفس كلام اللي بيأكده اللي هو الاب متى المسكين. يقول في ايه؟ بيقول يكشف هؤلاء الاباء عن سبب غياب هذه القصة في المخطوطات الاخرى هو خوف الاباء الاوائل من استخدام هذه القصة كمشجع للحلال الخلقي اللي هي قصة المرأة الزانية، مما حاد بهم الى خوفها من نسخ بعض المخطوطات. ارجع الى اغسطينوس ضد بيلاغوس المجلد الثاني 17. الآن ويلاحظ الباحث إن الآباء الشرقيين كانوا هم الأكثر تحفظا وامتناعا وحدا عن الخوف في شرح هذه القصة أو الرجوع عليها أو حتى ذكرها بالمرة، وقد لجأ البعض إلى جحد صحة هذه القصة برمتها سواء بسبب اعتراضات خارجية في القصة أو اعتراضات جوهرية أخلاقية، والذين جحدوا هذه القصة أو صمتوا أزاه أورجانوس يوحنا ذهبي الفم وكبريانس. نفس الكلام اللي بيقوله الاب متى المسكين قاله نفس الكلام قاله البابا تواضح في كتاب مفتاح العهد الجديد ان السبب هذه غياب قصة المرأة الزانية من المخطوطات بسبب اعتراضات جوهرية اخلاقية لانها تدعو الى الزنا. ايه رأي حضرتك في الكلام ده؟ لا انا ما اقدرش ان انا اقول رأي دلوقتي الا ما اقراها انا. طيب كلام جميل جدا جدا. طب حضرتك هنا حضرتك بالنسبة لكتبة الأناجيل يا سعادة الأنبا الفاضل المحترم، يعني هل كتبة الأناجيل حضرتك طبعا في إنجيل سبليمانتا أيوة موجودة معاك، واحد بيقول لك موجودة ممكن يعمل بحث عليها. ارجع يا كتاب البابا اللي بقول لك عليه موجود وعطيتك الصفحة، هو بيقول لك موجودة. نعم كتاب مفتاح العهد الجديد البابا طاووس موجود لجزئين، عندي الكتاب انا عندي الكتاب. الان حضرتك بالنسبة لكتبة الاناجيل، هل حضرتك يعني المخطوطات مش مكتوب عليها متى او لوقا او مرقس او يوحنا، من اين اتت هذه الاسماء حضرتك؟ الاسماء اللي موجودة على الكتب الاناجيل من اين اتى؟ من الذي نسب هذه الاسماء الى نسب هذه الكتب الى هذه الاسماء؟ من؟ انا افهم حضرتك، احنا عندنا اربع اناجيل، ما في انجيل يقول من هو الكاتب، بالعكس الاناجيل بتؤكد ان الكاتب ليس هو متى او لوقا او مرقس. الدليل على ذلك لو نرجع لانجيل متى هنلاقي متى 9:9 وفيما مجتاز من هناك رأى انسان عند مكان الجباية اسمه متى، ف
فقال لا اتبعني، فقام وتبعه. طبعا حضرتك هذا ليس متى، لان لو متى كاتب الكلام ده مش هيتكلم عن نفسه بصيغه المفرد الغائب الضمائر دي، هيقول فيما يسوع مكتاز بما مات راني انا متى جالسا عندي مكان الجباله، فقال يسوع اتبعني، فقمت انا متى اتبعته. اذا نفس الكلام في انجيل لوقا، انجيل لوقا لم الكاتب لم يقول هو مين، انجيل لوقا 1:1 اذا كان كثيرين قد اخذوا بتاليف قصه. اذا لماذا تنسب هذه الاناجيل لهذه الاسماء بدون اي دليل على الاطلاق من هم الكتبه؟ طيب اسماء وخلاص، اسماء وخلاص يا كتير. لا عند حضرتك اسماء، اسماء تبين لنا اللي نعرف اسم كذا ولا كذا ولا كذا وخلاص. لا بالعكس كلامك، لا ده على راسي. لكن كل العامل فيه روح القدس. جميل جدا جدا. العامل فيه الروح القدس، ايه المرجعيه دي في الكتاب المقدس؟ ايه المرجعيه؟ انت حضرتك بتنسب الكلام ايه؟ يعني انت حضرتك بتقول العامل فيه هو الروح القدس، مش مهم من الكاتب. الكاتب مجهول بس العامل الروح القدس. هل في نص في الكتاب المقدس يقول هذا الكلام؟ الله انت من تبدأ من جديد حياة الله. طب انا اقول لحضرتك ايه الفكرة اللي جالت لما انا اقول لحضرتك ما في نص في الكتاب المقدس يقول ان هذا الكتاب يعني عن طريق الروح القدس. في نص انتوا بتشتبهوا فيه ان النص بيتكلم على الروح القدس، وهي اعتقد الرسالة الى بطرس، رسالة بطرس اللي هي بيقول فيها ايه. هجيب لك النص واقرأ لك النص. اعتقد هو ده النص اللي حضرتك بتعتقد بيتكلم على ان الكتاب موحى به من الله. تمام، النص موجود في رسالة بطرس اعتقد الاولى الاصحاح الاول، اعتقد العدد من العدد 19. كلمة موحى به من الله ديت احنا يعني ما عندناش الكلام ده. احنا قلنا ان الكتاب المقدس كتبوا اناس مسوقين من الروح القدس. ما هو ده اللي انا اقصده، ما هو ده اللي انا اقصده. مش موحى به من الله، مسوقين من الروح القدس. عشان يبقى ايه؟ طيب الحاله ديت ايه؟ كله حقائق. طيب ان نيافه الانبا غابيس الكلام اللي بتقوله، ارجع الى رساله بطرس الثانيه الاصحاح الاول العدد 19، وعندنا الكلمة النبوية بيتكلم على كتب الانبياء بروفاتيك تيتشن، وهي اثبت التي تفعلون حسنا ان اهتبهتم اليها كما الى سراج منير في موضع مظلم الى ان انفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قربكم. عالمين هذا ان كل نبوءة بيتكلم عن النبوءات في العهد القديم مش العهد الجديد كلام الله، لانه لم تأتي نبوءة بروفيسي قط بمشيئة انسان بل تكلم اناس الله قدسون موثقون من روحه. الكلام ما بيتكلم عن عهد جديد كلام الله. ارجع حضرتك لتدرس يعقوب مرطي بيفسر هذا الكلام وبيقول يهتم الرسول بطرس كخادم الختان بشهادة نبوات العهد القديم عن يسوع. ما بيقول العهد جديد كلام الله، ما عندك نص بيقول الكلام ده كلام الله. النص الثاني اللي حضرتك بتقوله اللي هو قفل نحاول نتصل بيه مرتين. في واحد بيساعده وقال له في صوت يا اخوة، قال له الكلام موجود فعلا في الكلام. قفل التليفون تاني مرة تالتة عشان خطر التسليس. كان معانا، خليكم ثواني بس اقول لكم مين اللي كان معانا ده ونجيب بياناته بالتفصيل لو سمحت. ثواني بس. نسأل الله العلي العظيم يبارك في كل الاخوة الاحباء المشتركين معانا في الاتصالات كلهم، الجنود الخافية المشتركة في الاتصالات. ثواني يا خاطرة دقيقة واحدة بس. دي واحدة بس اجيب لكم معلومات كاملة عنه.
ثواني. الآن بقى أغابيوس، أغابيوس مطران قنا. الآن بقى أغابيوس مطران قنا، خليه تاريخ ال لا 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 غلط غلط غلط، ثواني ثواني، لا ثواني 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 ثواني، جبت واحد غلط، ثواني ثواني ثواني. أيوه هو وجدته وجدته وجدته، متأسف. الآن بقى أغابيوس أسقف دير مواس ودلجا المنيا مصر. الآن بقى أغابيوس أسقف دير مواس ودلجا المنيا مصر. تاريخ الرسامة 77، 15 ديسمبر 77، من أبناء دير الأنبا بشوي وادي المطرون مصر. أسماء قبل الأسقفية أبونا الراهب القمص ويصى الأنبا بشوي. تاريخ الرسامة أسقفا، السيامة 13 نوفمبر 88، التجليس على الكرسي 5 أغسطس 89، المنصب مطرانية دير مواس ودلجة المنيا مصر، الأبراشية أسقف دير مواس ودلجة، المقر مدينة دير مواس، المحافظة أو المدينة محافظة المنيا مصر، المدن التابعة لها دير مواس دلجة. رسب بيد البطريرك البابا المعظم الأنبا شنودة هربس الثالث. ألو ألو، سلام ونعمة. سلام ونعمة، أهلا نيافة الأنبا ديمتروس العالي، سعادتك بخير يا فندم. لأن حضرتك بتوقع أحلى وقت أوي، أنا مش هرد عليك. ليه مش هترد عليا؟ الكتاب والكون ده. الأنبا ديمتروس أسقف المنيا. حضرتك بتوقع حكي جابي، مش هرد عليك. سمعت يا كندي؟ الراجل يا ابراهيم تواي، المهم متوقع في جابد، مش هرد عليك. ايوه جاب الاخر، معلش معلش ما تفرقش يا عم كندي. ثواني يا اخوة الكرام، خليكم على ثواني. والله العظيم والله دي مصيبة يا اخو، اقسم بالله مصيبة يا. مصيبة والله مصيبة. استنى يا كندي، الله يبارك فيك يا كندي، استنى استنى. لا حول ولا قوة الا بالله، لا اله الا الله. الانبا ديمتريوس، لا حضرتك بتعك عك جامد، مش هرد عليك. لا حول ولا قوة، والله العظيم اطفال، والله ولا حتى طفل ولا عيال كمان. لا اله الا الله، شغل اطفال، اقسم بالله شغل اطفال. كان معانا لواء مباشرة الان الانبا ديمتريوس اسقف المنيا، مش اول مرة نتصل به، باول مرة نتصل به. والله شغل اطفال، والله اقسم بالله اطفال اطفال، شغل اطفال، والله والله شغل اطفال. اللي بعد، مع تحيات اخوانكم في غرفة الحوار الاسلامي المسيحي عبر البالتوك. مسلم كريستيان دايلوج. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر كبير، كل تكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي، الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي، الحمد لله الحمد لله. حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبود يا من جل قدرا جل قدرا، لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا، وثيقا عميقا سماء وأرضا.